السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في الفيديو بتاع النهاردة اللي هنشرح فيه إن شاء الله آخر دواء معانا في النون سيلكتيف بيتا بلوكرز. الدواء بتاع النهاردة فريد شوية من نوعه كنون سيلكتيف بيتا بلوكر. الدواء اللي معانا هو البندولول يا شباب، خلاص اسمه في السوق فايسكين. خلاص هبدأ معاك الأول بالكاينيتكس بتاعته، اللي يهمني النقطة بتاعة الميتابولايزيشن. تعرف إن 50% من الدراج بيحصل له ميتابولايزيشن في الليفر، والخمسين في المية التانيين بيخرجوا في اليورين. تمام، الدراج طبعا الابزوربشن بتاعه كويس خالص، البايو افيلابيليتي مودريتلي هاي بايو افيلابيليتي، والتي هاف بتاعته حوالي 4 ساعات. البندولول يا شباب زي ما قلنا هو فريد شوية كنون سيلكتيف بيتا بلوكر. خلاص كلام جميل. طب هو فريد في ايه يا دكتور؟ قلنا في الانترودكشن بتاع البيتا بلوكرز اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن بتاع البيتا بلوكرز اكوردنج تو الانترنسيك سيمباثو ميميتيك اكتيفيتي. يعني قلنا ان احنا لو عندنا الدراج بتاعنا هو اجونست وابتدينا نرسم الدوز ريسبونس كيرف، خلاص فالمفروض ان انا كل مرة بزود فيها الجرعة كل ما زاد معايا الاي ماكس، صح كده؟ كلام جميل. ده بسميه فول اجونست. تمام. طيب لو انا ابتديت ادي انتاجونست للاجونست ده وابتديت اشتغل بعديه تاني باجونست، فطبعا مش هيبقى فيه ريسبونس، فهيبقى زيرو ريسبونس، مش هيطلع من على الايه الخط ده اللي هو الخط الافق. واتفقنا ان كل البيتا بلوكرز يا شباب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بيور انتاجونست ما عدا البندولول. طيب ليه بقى؟ يعني ايه البندولول ده لو انترنسيك سيمباثو ميميتيك اكتيفيتي او بيشتغل كبارشيال اجونست؟ بارشيال اجونست بقى يا سيدي معناها ان هو هيديني ريسبونس بس مش هيديني فول اي ماكس ولا هيديني زيرو ريسبونس كانتاجونست. امال هيشتغل ازاي؟ هيعمل استيميوليشن للريسبتور الاول وكانك مدي اجونست، بس طبعا مش بدرجه انك مدي الاجونست اللي هو فول اي ماكس يعني. تمام، ولا انه هيقفل لك الريسبتور بحيث ان ميبقاش فيه ريسبونس، لا ده هتلاقيه مدي ريسبونس في الاول وبعد كده هيبدا ثابت بقى، مش هيبقى فيه ريسبونس بعدها تاني. وده ليه يا شباب؟ علشان اداني انترنسيك سيمباثو ميميتيك اكتيفيتي وبروبريتيز، معناها ان انا نشطت الاول الريسبتور ثم تركت الريسبتور في حاله من اسمها سستين ديبولاريزيشن. خلاص طبق الكلام ده كده على الهارت. اذا كانت كل البيتا بلوكرز تقدر توقع الهارت ريت 60 وانت نازل، الفايسكين او البندولول ماشي هيخلي في عندي نورمال هارت ريت 70 ل 80. خلاص البندولول هو الدراج اوف تشويس شباب في حاله دايمنشيت كاردياك ريزيرف. وقلنا دايمنشيت كاردياك ريزيرف ده معناها ان القوه بتاعه القلب ومخزون القلب من الطاقه طبعا ابتدى يقل، والكلام ده بيحصل مع الاولد ايج. خلاص كلام جميل. وطبعا الدراج اوف تشويس برضو في حاله انك اتزنقت كده بيتا بلوكر تمام وخايف من البرادي كارديا، ادي البندولول. ليه؟ لان البيشنت كان عنده بروبنسيتي او تندنسي فور برادي كارديا. خلاص ان شاء الله الفيديو اللي قادم باذن رب العالمين هنبدا نتكلم عن ثيرابيوتيك يوزز اوف بيتا بلوكرز. كان معاكم دكتور حسين بلال ليكتشرر اوف كلينيكال فارماكولوجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.